النجوم يلتقون في بوضوح. النجم يورم رأدي والنجمة دينا حايك يغنون أجمل أغانيهم. يوري ودينا يحكون عن بداياتهم. أصلاً الموضوع كان مش موجود بعقلية أهلي، يعني أهلي ما كان عندهم هيدي العقلية إنه واحدة من بناتهم تكون مطربة وتسافر وتروح وسهر. عودتهم للقاهرة. انبسطت انه كنت خايف من رجع على مصر، كيف رح تكون، كيف ردت فعل الناس، غمروني. يورم رأدي ودينا حايك مع عمرو الليزي في بوضوح، غدا الساعة 11 مساء فقط على قناة الحياة.